الأطفال بيقولوا إيه؟ قعدتنا كل يوم سبت بتقدم لنا زميلتنا لمياء حمدين فقرة الأطفال بيقولوا إيه؟ في الفقرة دي بتاخد لمياء الأطفال في جولة في أحد الأماكن السياحية والترفيهية وتشوف تعليقاتهم ورأيهم في المكان. خلينا نشوف الأطفال بيقولوا إيه. دايما في كل خروجة ليا معاهم بفكر في حاجتين، ازاي ننبسط ونطلع كمان بمعلومة، انما في متحف الاوهام بالذات تجربة جديدة ومختلفة، بصرية وحسية وتعليمية، بتاخد اللي يزوره لعالم الوهم والخدع البصرية. وكل لعبة هنا ليها تفسير علمي ورياضي ونفسي كمان، زي النقطة السوداء والصور المتحركة والأقراص الدوارة والغرفة المستديرة والغرفة اللانهائية والنفق وغيره وغيره وغيره. والنهاردة زي ما أخدت أصحابي هاخدكم معايا. هحط عليكي ملح وبعدين هنقلبك. انا طبختك. عامله ايه؟ الحمد لله. ممكن بقى تعرفينا بنفسك؟ انا اسمي كاليا ايمن. عندي 7 سنين. 6 ولا 7؟ 7 سنين. اسمي سليم. عندك كم سنه؟ عندي 6 ونص. عندك 6 ونص؟ لوحدك؟ لا. اسمي فريده محمد، عندي 7 سنين. انا اسمي ملك، في جريد 4 وعندي 10 سنين. اتبسطتي لما جيتي النهارده متحف الاوهام معانا؟ اكتر حاجات عجبتك قوي؟ المتحف كله حلو. الله، ايه اللي عجبك اكتر حاجه؟ البيكتشر اللي هي فيها دوائر واللي هي فيها الالوان الكتير، والطبق اللي انت طالعه منه ده انا طبختك دلوقتي ودقتك وكان ملحك قليل قوي. اول مره تيجي؟ طب اتبسطتي لما جيت هنا؟ ايه اللي عجبك هنا؟ الساقية الدوارة والكرسي اللي بيخليني صغير والأوضة اللي بتخليني كبير. كل دول؟ لعبت بيهم واتبسطت؟ عجبك ايه تاني؟ عجبني الأوضة اللي بتخليني كبير. أنا عجبني الأوضة ديت عشان هي مالية. مايلة؟ مايلة. أكتر حاجات عجبتك في المتحف؟ الأوضة اللي فيها احمر واخضر وازرق. وايه تاني عجبك هنا؟ الممر او البير اللي انا بقف عليه ومش بقع، وهو مش حفره. امال هو ايه؟ لا هو حفره. حفره ولا مش حفره؟ اكتر حاجات عجبتكوا هنا ايه؟ في روم كده كان فيها اضواء وفيها مرايات، والمرايات دي بتخليني اكتر من شخص. وكان في كده مثلث جواه مرايات وابص فيها يخليني يبقى عدد كبير. علشان كده هو اسمه متحف الاوهام، عشان بتدخلي او بتشوفي حاجه وبتتفاجئي بحاجه تانية، زوايا مختلفه، اشكال مختلفه، دي اللي بتلفت نظرك. بتعملي ايه في اجازه نص السنه؟ بقعد العب، بابا بيفسحني، بيخرجنا اروح الملاهي، وبخرج اروح السباحه، وببقى مبسوطه. اما نخرج وكمان بنرتاح من المذاكره وكورسات وكده. يعني لحد دلوقتي احنا بس اخدنا 15 يوم عشان الامتحانات بتاعت نص السنه. 15 يوم دول بذاكر فيهم. ولا خروجه خرجتيها يا ملك؟ طب ما النهارده خرجنا اهو. دي النهارده بس. ليه بتحب اجازه نص السنه؟ عشان تبقى اجازه. والله اجابه منطقيه، عشان تبقى اجازه. مش بتساعد ماما في الاجازه خالص يا سمير؟ خالص. ليه يعني؟ طريقة اللي بتساعدها. اكتر حاجه بتبقي مستنيه الاجازه تيجي عشان تعمليها، حاجه بقى جميله جدا؟ العناقه. احلى رسمه عملتيها وعجبت كل الناس حواليكي؟ لما رسمت بابا. رسمتي؟ طب بتضحكي على ايه؟ بابا ضحكهم بالصراحه. ضحكهم الصوره ضحكتهم؟ طب حلو. بتعملي ايه مع ياسين؟ ياسين اخوكي صغير صح؟ بنلعب مع بعض. قولي الحق، انت قلتي ان انتوا بتتخانقوا. اصل انا العصفوره قالت لي ان انت في اجازه نص السنه بتحبي تطبخي. تطبخي ايه؟
ممكن اساعد ماما ترويق البيت. شطوره. وممكن اعمل لها اللي عاوزاه. طب انا سمعت ان انت وفريده بتتخانقوا كتير وخصوصا في الاجازه. مين قال لك كده؟ العصفوره هي جت صوصوت جنب ودني كده وقالت لي ان انت وفريده بتتخانقوا خناق. بنتخانق. طب بتخانقوا ليه؟ عشان مثلا يعني احنا مثلا معانا حاجه والتاني مقطوعه، فبتقول لا دي بتاعتي اللي انا بقولها دي بتاعتي، ونفضل نتخانق. وبعدين تقطعوا كل الحاجات. سليم قال لي ان انتوا بتتخانقوا مع بعض كتير. بيحصل؟ هو بياخد مني العروسه. بياخد منك العروسه؟ وما تسيبيه يلعب بيها شويه، ايه المشكله؟ هو مش بيقدر يديني لعبه، اديني لعبه. انتي اخته الكبيره والمفروض تتعلميه بالراحه بشويش من غير ضرب. مش بضرب. من غير زعيق. انتي ليه حبيتي تطلعي معانا النهارده؟ عشان اول مره اجي هنا. انتي عايزه تتفسحي معانا وتشوفي اماكن جديده. اتبسطتي؟ هتيجي هنا تاني؟ انت ليه قررتي تطلعي معانا النهارده؟ انا عاجبني اني انزل معاكوا علشان اتعلم وفي نفس الوقت هي فسحه بخرج شويه. طب كويس انك خرجتي معايا. تحبي تيجي هنا تاني؟ هتاخدني معاك؟ طب ليه حبيتي تطلعي في التلفزيون؟ عشان اطلع في التلفزيون. اجابه منطقيه. لما تكبر تبقى عاوز تبقى ايه؟ ابقى اي حاجه عايزه وخلاص. أي حاجة.